أعظم دعاية للكتب وللآراء أن تحرمها وأن تحظرها وأن تصادرها وأن تكفرها، تعطيها أحسن دعاية، أحسن خدمة لهؤلاء أن تفعل هذا معهم. بعضهم يدفع النقود، وحكيت لكم هذا أكثر من مرة. في مصر مثلاً اعترفوا بهذا، كتبوه مرة في الأهرام، أحدهم كتب هذا، قال نحن ندفع النقود عشرات آلاف لجنيهات لشيخ معمم أزهري لكي يكفرنا. نعم نعم، ويكفر كتاباتنا، لأنه فقط بمجرد أن يكفرنا الكتاب الذي لم ننجح في أن نبيع منه ألف نسخة، نبيع منه مئة ألف نسخة ومئتي ألف نسخة، لأنه كفر. الناس يحبون أن يعرفوا هذا الكفر وأن يتصدوا لهذا الكافر، وهو يضرب ضربته ويربح إيه؟ يعني مئات الألوف إن لم يكن الملايين. والشيخ هذا طالع معه عشرة ألاف جنيه وكفرني، أكتب هذا في الجريدة، شيء غريب، الناس لا تعرف هذا. إذن هذا ما تعطيه مصادرة الكتب، مصادرة الآراء، إعدام الكتب، إعدام الآراء ومن يراها. أن ثقتنا بديننا ضعيفة، أن ثقتنا بقدرتنا ولياقتنا وأهليتنا للدفاع عن ديننا أضعف من ضعيفة، وأن هذا الذي صودر إن كان شخصاً أو كتاباً أو رأياً هو من القوة والصلابة بمتان بمكان بحيث لا نستطيع أن نتصدى له، هل هذا صحيح؟ للأسف نحن نفعل هذا، نحن نعطي الناس هذا الانطباع أن ديننا ضعيف، أننا ضعفاء، وأن هذه الشبهات خطيرة جداً جداً جداً، يمكن أن تضلل المجتمع، يمكن أن تمسح إيمان الجيل، يمكن ليس هكذا. كان يمكنكم ولا زال بإذن الله تبارك وتعالى أن تضحكوا الناس على بعض هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، والله لا، تدعو إلى مناظرة متلفزة حية تجعل الجمهور يضحك عليه على رقاعته وسخافته وقلة عقله وضعف حجته بين انعدام الحجة أحياناً، انتهى كل شيء. لكن تريد ماذا؟ تريد المتمكن المستأهل يعني المؤهل أن يخوض مثل هذا إيه؟ مثل هذا النقاش، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أتحدى، ائتني بكتاب واحد صودر وهو غير موجود الآن، موجود، موجود إلكترونياً وموجود ورقياً، وبالعكس الكتب التي صودرت في مصر وغير مصر هي الأكثر إيه؟ توزيعاً وانتشاراً، والبشر أكثر إقبالاً عليها، العرب يعني المسلمون، لأنها منعت. صادق جلال العظم هذا كتيبه الصغير تقرأه في جلسة نقد الفكر الديني، لأنه حرم أيها الإخوة وأجرت له محاكمة، هذا الكتاب بالذات سبحان الله يطبع طبعات كثيرة وحظي بردود مسهبة وطويلة، بعضها في مجلد كبير عليه، فأحيته، أصبح كتاباً له اعتبار. لو تركته يطبع طبعة عادية ولم تحرمه لما قرأه إلا عشر معيشير من قرأوه أيها الإخوة، وربما لم يتصدى لرد عليه إلا إيه قلة وذهب، أو بقي إيه يعني بحجمه اللائق به، لكن لا، أخذ حجماً كبيراً جداً، رد عليه مفكرون سنة، مفكرون شيعة من جميع الاتجاهات، أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، موقف الشيخ الغزالي في الستينيات منها للأسف الشديد، وبعدين كيف إيه الرجل بفتوى كاد يدفع حياته ثمناً، ضرب إيه بخنجر في رقبته، والآن تطبع طبعات كثيرة، وجاء إيه يعني الأوروبيون وأعطوه نوبل من أجل أولاد حارتنا كإغاظة لنا هكذا يعني. للأسف الشديد لن تعدم هذه الرواية، ستبقى. كتاب علي عبد الرزق الآن يطبع أي طبعات كثيرة جدا، الإسلام وأصول الحكم، كتيب تافه بسيط جدا وساذج، ألفه الرجل عمره 35 سنة ولم يكن ألف غيره إلا كتيبا لا قيمة له في البلاغة، ليس عالما وليس مفكرا كبيرا يعني الرجل، مجرد أزهري عادي متواضع. لكن التحريم، منعت شيئا فأكثرت الولوع به، حب شيء إلى المرء ما منعه،